واحد اصلع واحد اصلع دخل الامتحان الدنيا وصلى على 10. واحد اصلع اتخض شعر ايده وقف. واحد اصلع كده على دماغه النظافه من الايمان. واحد اصلع وقف على محطه الاتوبيس بيقول للكمساري يا قصة هو الاتوبيس ده صالع الجيزه؟ قال له اصلع صلع. يبص في دماغ الكمساري لقى الكمساري اصلع زيه قال له ورق قال له مصلعه. واحد اصلع راح للدكتور قال له يا دكتور مفيش شعرايه في دماغي ابدا اعمل ايه؟ قال له عاوز شعرك يطلع؟ قال له اه. قال له ممكن تربي حواجبك وتصلحهم على فوق. واحد اصلع بلو برنامج على المصري المذيع قلت له اسم سيادتك ايه؟ قال له اسمي صلاح. عندك كم سنه يا صلاح؟ اللي عندي 17 سنه. قلت له انت موظف يا صلاح؟ الله اه موظف في مصنع الحديد والصلع. قلت له معاك شهادات؟ الله طبعا معايا دبلوم صلايا من مدرسه صلعة حرب. قلت له عندك اولاد؟ الله عندي صباه ربنا يخلي لك وصلعة. قلت له يا استاذ صلاح تحب تسمع اغنيه ايه؟ قال احب اسمع اغنيه فايز احمد بصلاعه وكل صلاعه. مع الاعتذار قال لي وزاره التربيه والتعليم واللي منها اولا اللغه الانجليزيه. مدرس انجليزي مدرس انجليزي طلع له عفريت يقول له هو؟ قال له سبيل. واحد بيقول التاني سعيد يعني ايه بالانجليزي؟ قال له هابي. قال له متدخلها في جمله مفيده؟ قال له هابي فوق الشجره. قال له مره ثانيه يعني بالانجليزي؟ قال له اجن. قال له متدخلها في جمله مفيده؟ قال له اجن الفلاحه. الجزار ربنا اكرمه الشرع عربيه كزلك. وعد مكواج جاي يفسح مراته النشاعه على الكورنيش. وعد مكواج فرح بنته جاب الراقصه الكبيره مكوى فؤاد. وعد مكواج رجع لمراته اللي حطاله على وشها فودره وكريم. وعد نجار بنته صغيره تقول لبنته الكبيره يا ابلة كاش. كان بيحب يمسحوا الشقه يمسحوها بالفاره. بيسألوه في برنامج على المصري ايها النجار المحترم تحب تسمع اغنيه ايه؟ قال لها بما اني نجار احب اسمع اغنيه امسكوا الخشب يا حبايب. او خساره خساره فراقك يا فاره. رقاصه رقاصه راحت للدكتور الدكتور بيكشف قالت له عندي ايه يا دكتور؟ قال لها عندك فرح. رقاصه قالت للدكتور يا دكتور عيني تعبانه خالص عمل لها اشعه على عينيها؟ لها على عينيها نقطه. واحد مستور راح يشتري ساعه غاليه اشترى 10 دقايق. واحد بقال راح فرح قال لهم رقصوني 10 بلدي و10 هولندي. جزماجي بيلعب الكوتشينه مع مراته الورق طلع باتا. واحد بلديات نقدم طلب في مصنع فخار عينوه بلاص. واحد بلديات نقدم طلب في مصنع نحاس عينوه طشت. واحد بلديات نقدم طلب في شيخ خشب عينوه لوح. واحد بلدياتنا دخل سيما مترو قعد ورا السواق. واحد بلدياتنا دخل سيما ريالته نزلت. واحد بلدياتنا دخل سيما راديو قال له اديني تذكره صوت العرب. واحد مسطول واحد سكران. المسطول حب يعاكس السكران واقف كده على الرصيف والتاني قدامه يلف كذا لفه كده له التاني مطنش له التاني مطنش بيخ مطنش وقال لك ده ملوش مزاج يهزر لف كذا لف كده المسطول نزل قال له خد يا جدعان. قال له انا؟ قال له اه. قال له انت اللي كنت بتقول لي بيخ؟ قال له اه. قال له ياما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.